الرامي تدخل امام بكر الهلالي من الدور الثالث بصوف فريق الفتح الرباطي. تم من جديد هذا الخطا. نذكر لك تغيير دخول لعب محمد فرحان وخروج عميد الكاس محمد فرحان. وجماهير هذا البركانيه تبحث عن خبر صار عن فرح في هذه المواجهه خصوصا امام فريق كبير بقيمه الفتح الرباطي. عمر النمساوي تعبت الكره فرصه 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 دائما الخطوره فرصه لتسجيل الهدف الاول. اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.